عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. اليوم عمدا أنا ما نزلت، جايين ضيف الله يحفظكم من السعودية، ولا رمت أنزل حق صلاح وأنا بمقصري، ونزلت خيب الباب، ونزلت وأنا بمقصري ببطي أسولف وياه ولا بتلبس، فلذلك أبطيت لين الحين هنا فوق، وحين وصل الرجال توا صاروا فتحوا له الباب. وبيصير يجربوا بهالخيمة اللي هناك الطرفانية، وصلاحي ترقى تحت أم الصبح يلا ويلا ويلا ويلا، وأنا ما أريد أنزل. صلاح يا ربي، وانت كم راس مالك ما تحاكى. جرن واحد موز ونوجف عمره، ها من دمرة تعدى مرحلة الدق بدقة، وتعدى مرحلة انه بالغ وانه ناضي، يا غير ريحة المكان كلها تفوتخ من ريحة الموز. ترى ريحة الموز خنين في البيت، ما شي شرات ريحة تغدي فنان ريحة البيت يوم فيها جرن موز. حتى في السيارة انا الاول بالعمالة لو يوم باكل جرن الموز اللي يلافه القشر مال الموز اللي يلف ما عقه، اخليه في سيارتي الكرسي الوراني ولا الدوسه. كل ما سرت ورديت تلقط ريحه الموز تفوتخ. ترى ريحه الموز وايد جميل، تطلع منها ريحه عطريه، الريحه اللي انا احبها. انا احب ريحه الموز، انا من الاساس يعني احب ريحه الموز، احب ريحه الانبه، احب ريحه الاناناس. بدال ما تيك ريحه سياره من هيك وريحة يلد وريحة طرابيل وريحة ما أدري شو، ويوم تروح السيارة ريحة موز، ريحة الموز بلا. أقولكم ترى صلاح بخير وسهالة، ولا بمتكود ولا بمنزلق، وهذا اللي تشوفونه حاط شو هذا؟ دواء شو مال كريم؟ كريم أبغى حصة. هي كريم هاي طرشت لنا حصة بس حق تنظيف البشرة. كشرة إيه؟ حق عقل الكشرة صح؟ وها الكشرة. روح تطيح الكشرة، ما يحطون عليه الكريم. طاحت الكشرة يعني هاي تشوفونه ترى لب زلق ولب متكود البارحة، والحمد لله ترى بخير وسهالة. كل يوم هالتكويد كل يوم. ضيفي الله يحفظكم، قلت لكم جايني من السعودية، ضيف عارف بن عبد الهادي الشمري. يا مرحبا بك وسهلا. يا هلا بك. هلا يا ابو محمد، هذا الاخ عارف من هالحايل. يا حبيبي والله. والله مرحبا. والله مرحب. جايك من ديار حاتم الطائي. والله مليون. انوت لك بيسلم لا. عليك لانك عزيز وغالي. مرحبا مرحبا. يعلم والله انك عزيز وغالي. مرحبا من سرت لين يا حبيبي. والله مليون مرحبا. والله وبرك الساعات اللي شوفت ساعتك ابرك، وانت رياك هذه نحن من على فارغ الصبر. يا حبيبي والله. مرحبا 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 براعي حايل. الله يطول عمرك ويخليك ويعافيك. عارف الله يحفظكم يقول يا من حايل دار حاتم الطائي. نعم. وين سكنت حاتم الطائي؟ سكنت حاتم الطائي طبعا في قرية اسمها تورن. نعم. وفيه جبل عندنا اسمه جبل السمراء، هذا كان يولع حاتم الطائي، انتم تسمونه الضوء. نعم. يولع الضوء حتى يشوفونه الركبان على بعد تقريبا 20 كيلو 30 كيلو، تشوف النار فوق الجبل يستدلون. يستدلون فيه. نعم. نعم. فسمي جبل السمراء وموقدة حاتم الطائي. سبحان الله. وله قبر عندنا هناك في قرية اسمها توارن. الله يغفر. لازم تجينا ابو محمد. تيك عيوني تيك. أنا لي صدقان ولي أحباب وايد في حايل. يا حبيبي والله. السعودية كلها. أبرك الساعات والله. إحنا نفرح لجان أحد. الله يحفظك. وعندنا ما شاء الله الأثار والتراث والمتاحف مالية حايل، حتى الكتابات الثمودية ما زالت على الجبال عندنا. عارف شو يميز حايل؟ شو فيها؟ طبعا يميزها تنوع تضاريسها. مثلا عندنا جبال، عندنا كم تبعد من القصيم؟ نفوت تقريبا 200 كيلو. كم تبعد من الرياض؟ 600 كيلو. لا حول لا قوة الا بالله. ما شيء 10 كيلو 7 كيلو 5 كيلو. لا احنا المشكلة في السعودية مترامية الأطراف. تبارك الرحمن. نعم، لكن والله نفرح بجيتك صراحة. يعني الله يحفظك. لأن فيها التضاريس وفيها تاريخ وفيها شو اللي يميزها بالذات حايل؟ يميزها جوها صراحة. نعم في الصيف شو؟ الساعة الآن بوقتنا الحالي الساعة 9 بالليل ما تقعد بالحوش. ما شاء الله. والله حتى الفترة هذه يعني نبرد، لازم يصير عندنا شوية نار وشوية فروة، إلى الآن تعلقين بالفروة. سبحان الله سبحان الله. نعم. شو فيها؟ شو يميزها؟ يميزها طبعا الآثار، فيها آثار
فيها تاريخ، فيها جبال، فيها مزارع ومزارع بكثرة، خاصة بين الأودية وبين لا شو حصة ترى صلاح ما كل عصيد بس تروحه ورد مكانه زين الحمد لله. شو صلاح شو بلاك؟ لا لمسة عزل. شو بلاه الساعة؟ زحف حي زحف. نزيد الظهر وحين شو تبه؟ بيكلم. وين تبه سير؟ بيت نزيد نزيد. هذا ليش تقول للحبيب الحبيب؟ حواحي خلي عليه خلاص حبيب لا اسمه عارف 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 الشمري سلمين. عارف الشمري اسمه عارف سلمين. وين تعرف وين شافن انت؟ دمام شايفن اول صلاح وارم راسك يا صلاح راسك وارم ما نسيت انا انت لا تعرف ولا شيء انت مشبح عليه سبح ها سبح اول كيف يعني؟ شو يصير؟ انت تعرف عارف؟ كيف ما تعرفه؟ شايف تقول شايفني في الدمام؟ لا ما شايفه بس شايفه شفت بيتكم شريفه؟ ايه شي خص بيتكم شريفه؟ اولا اسمها ما بشريفه اسمها لطيفه عجيفه لطيفه عجيفه صلاح قول لطيفه عجيف سيم لا ما بسيم سيم لطيفه شيء وشريفه شيء اخر عفاك شاعر ابوي حبيب اللي شفت عندكم لطيفه هاي شابهه جابها اي اسم الدخيل هذاك اسم الدخيل عيد. دخيل الباني البالي. دخيل ولد احمد الباني الله يكرمك ايه صلاح سمعت ريا شو جايب لك جايب لك شو جايب لك كليجه حايل كليجه هالحايل كليجه هالحايل ونعناع هالحايل نعناع حايل وكليجه حايل جايب لك الريال من حايل مسكر مسكر الحين بنفتحه ها ول صلاح يقول مسكر ما انا ما شفت شيء الحين بنرويك كل شيء صراحه بارك طيب يعني. صلاح احنا كليجه تخدمها في البيوت لو في المحلات لا لا في البيوت طبعا هذا يتميزون به الحيل الاكلات الشعبيه يسوونها في البيوت نعم ايه ومنوعه كثيره بس الشكل الرسمي والطابع الرسمي عندهم الكليجه نعم الكليجه لكن تفرق اللي تخدم في البيت تفرق عن اللي في السوق ايه تفرق تفرق بشيء كبير يعني كيف تعرف الكليجة المميزة من العادية؟ شو اللي يميزها؟ الطازج الطازج يكون لين وجميل نعم وفيه نكهة لذيذة لكن إذا سمعت أن يقولون أن الكليجة يوم فيها العسل مالها الدبس اللي داخلها يكون موجود سائل هي الزينة إنما إن كانت الكليجة من داخل العسل مالها ناشف تكون هاللي يسوونها هذه سلامك الله كليجة هل القصيم حنا ما فيه لا عسل ولا شيء حنا تختلف فرق كليجة حايل تختلف عن كليجة القصيم ما فيه ولا جزء من الشبه والله نعم سبحان الله نشوفها الحين إن شاء الله إن شاء الله عليكم السلام عليكم السلام يا مرحبا بأسد أسد عليكم السلام وين كيف سفر تمام 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 حباب ابراهيم السلام عليكم بعد صلاح اثنين برو هروح انا انت مسكين خلي داخل بيت شو زي صلاح شو قلت الحينه شو قلت بيت لا بسير عمان ولا بسير بانكوك بانكوك زين بانكوك ما نخسر من تقول واحد يتغدى ما يشوف غدا عنب وغدا بيخليه على هواه بترجع شو يقول ترى يقول واجد غدا حريم واجد غدا حبوسي واجد غدا قول ها شو حينه بتصير عمان ولا بصير تايلند بانكوك بانكوك يبا ان شاء الله حبيبي قبل العيد بثلاث اسابيع بنصير شكرا مهندس منهل السلام عليكم الأخ عارف شمري من مدينة حايل تعرف بالله عليك حبيبي صلوا عليه حتى تحروني يارس البيت والله يا أبوك من هاي الساعة مضحى وأنا خارب انسار عني الريال راعي حايل وأنا أبوي ترت ما خليت بقعة كلها في وين صرت مدينة خليفة وصرت مدينة شخبوط عندي شغل وركضتن وحده من هذاك الان الى هالان وبشيركم اول مره من الله خلقني اسير ولا اصفد كار
سبحان الله سرت ويت من غير ما صف الكار ابدا. السلام عليكم. عليكم السلام. How are you? Good. Yes. Thank you. Hello. ما فيكم لا سولفت وياكم اليوم ولا رماست ولا شفت أخباركم ولا علومكم. شو أسوي خبروني. هي والله ما أدري شو أسوي يا حبيبي بلياك. حكم الدهر ما خلى شيء في ديني. عندي وصية وأنا فيها ترجاك أول ما ترجع بالسلامة تجيني. هي والله يوعان بعد بشيركم يوعان اليوع اللي في الدنيا كله فيه. وما عندي اخبار ولا عندي علوم جديد من عقب سيرة عمان وعقب سيرة العين وعقب سيرة شرق وغرب وخطفنا البريم وخطفنا صحار وخطفنا وادي اليزي وخطفنا ابوي البدروب. هاي كلها بعد شو من رمسات بتل شو من الكلام بيكون متيم ماشي كل ما في الجعبة اظهرنا ما خلينا ولا شيء. وان شاء الله ان شاء الله ان بتكون شيء سيرة جديدة علم شيء مني منك ما ادري. لكن ان شاء الله ان غدا لناظره غريب بيكون في مواضيع اخلاف من المسيتكم. تدرون بالكم الهايل اللي ييني من الاتصالات من بعد من الاتصالات من هالمصير والمسجات وكلهم ابوي ناقمين ابراهيم نقمة عورة ما شيء كبرها يقولون لو نشوفه بنعضه بنقرمه خشمه بنخلي بلي خشم. ليش انه خرب علينا سيرة سمون هاي مصير. والله يا ابوكم اتري السيرة هاي عصور متى ما جيتها بالتسعينات ما ادري من 10-15 سنة ما جيتها واتري السيرة هذه وخرب علي. غرب الله تك يا ابراهيم يا رب ثرى في ابوكم غير نمون باهس ثرى غرب. يوم يقول كل ايدي عاهة جبار الله اكبر عليه. متى هاي when it's coming ما في only like that بابا from sweet or salty. وهذه جايت لنا هدية من طيران الاتحاد مشكورين جزاكم الله. هل انها يعني هذا حي هدية هدية بس قالوا هذا جبت فور مستر خالد شكرا يا طيران الاتحاد. شيء فيها برنوس ودبدوب وكيك وحلاوة منقير ودبدوب هذا من طيران الاتحاد. يلا تيك تودي والمدام يلا عمبرو يا عمبرو عمبرو يا عمبرو اي عمبرو يا نعم بوي شو عندك يترشر ولا يعاد يترشر ولا يعاد يا محروز حول عليه حول عليه مستر رمادي the last time I'm with you this is time with me خالد الخالدي والله مليون مرحبا don't play with me be careful. لكم هاي صوغتها الريال يجينا من حايل. هاي صوغتها الحايل اللي هي عبارة عن كليجة وكليجة أهل حايل تختلف عن كليجة أهل القصيم. أهل القصيم أتي مجوفة ميوفة بطنها خالي بطنها أهل القصيم بطنها ممزور عسل أو دبس. وهذه لا هذه تختلف هاي تختلف هاي شرات البسكوت تي هاي شرات البسكوت عبارة هاي داخلها ها شوفوا ممزورة يعني بر هاي تي لا هاي تي داخلها مجوف بس القرف الخارجي وتي الله يحفظكم داخلها دبس هاي تي هذه لا مترشين بعد اللي هو النعناع الحايل نعناع حايل ريحته يا الله يبقى انه مقرطس وشال له الخيمة فوق تحت. لعيونك خالد الخالدي حبيبي من فلسطين تحياتي لك لخالد الكبيسي. كان وما زال العقاب ماشي عقاب مطبق كان وما زال اليوم الثاني على التوالي.
Yes, madam. Salam alaikum. Alaikum salam. How are you? I'm fine, sir. Today, new color or same? Yeah, kadim wada. Old. Why the? What's the reason for this new color? All your country like these colors? Every day when you take a bath, it's going out. Wallah, that's daily, this one? Yeah, I have to take bath daily because it's hot. No, the color? No, not daily. Wallah. Maybe after 1 month, after 2 weeks, like that. Okay. Yes. Thank you. لجل الجد يشرب الثيل، هذا وصف، وشيء وصف مشابه له 100%. أحب مسعود من صوب عمه، أحب مسعود من صوب عمه. يوم يقول لك بركات الجد يشرب الثيل، الثيل يستوي ويتعظم ويربى بين عيدان الجد، فالري والعبال والأسمد واليلب الطويل العريضة هذه تسوى للجد، ما تسوى للثيل. الثيل ما بعند شيء يظهر روحه، فيسقون الجد ويسمدون الجد ويتعبلون من الجد، والثيل وين رابي؟ في نص الجد. فيوم يسقون الجد يرتوي الثيل، فبركات الجد يشرب الثيل، يعني المسمود والمعدبل والعبالة والتزقريت والشغل هذا كله لجل الجد. لكن غربلات الثيل في النصيفة، فيتغذب على غذا الجد، فبركات الجد يشرب الثيل. هذا الوصف الأولي. وشي شرات مثل ما قلنا لكم، اللي هو حب مسعود من حب عمه، حب أنا مسعود ما بركاته، من حبي العمه، من كثر ما حب عم مسعود حبيت اللي يحبه، مثل اللي يقول بعد اللي يحب الدياي يحب ريشة. فمتى ينقال الوصف هذا؟ ينقال الوصف هذا الله يحفظكم، يوم في حب شديد لشخص حتى لو كان عبر شخص آخر. شيخ ريريفة ثانية، في جزيرة زعاب، جزيرة زعاب في رأس الخيمة، شيء نخل في الطرف العالي، عالي زعاب، عالي جزيرة زعاب، الجزيرة الحمراء، عليها شيء نخل اسمها نخل عمران بن حمد زعابي، شيخ من شايخ الزعاب، توفى عليه الجنة. نعم، عمران توفى ظني قبل 30 سنة تقريبا، قبل 30 سنة توفى، يعليه الجنة ونعيمها. المراد في طرف المزرعة وين الحضار، هي ما بما يدور مزرعتهم، مسوين حضار شبوق وسيام وحتات النخل مسوينها ما شي دار هاك الأيام، ما بما يدورة المزرعة. والمزرعة يوم ما تكون ما يدورة، ترى يوم شي دار سموه يدار، يوم ما شي دار سموه حضار. المزرعة هذا حضار المزرعة، حضار المزرعة أي شيء يزيد من المزرعة عقوه وسووا مع الأيام استوى حضار. يقولون الأول بعد يسمونها ينية الحضار، شيء ينية تربة تحت الحضار، وشيء عجارب وشيء حنش، وايد أشياء. يقولك والله لا تخلون الصغار يتقربون من الحضار، لأنه مكان الدواب والعجارب، وجرى العرف على هالموضوع. المهم ما بعد موضوعنا، في طرف المزرعة الله يسلمكم دح الماية، زعاب يزيره ومحوطينها المياه من كل مكان، إلا وقت السجي والثبر الناس عادة تظهر وتدخل يزيره على الثبر، ويوم السجي ترى الناس بوي تعبر بماشي وسنين الأولية طريق ما بالحين. فالنخل أو المزرعة راعيها ما يدرها، ما يسوي لها إدار إلا إذا الله مرهي عليه عنده خير، وهاك الأيام ما حد عنده زود، يعني هذاك من هذاك اللي عنده خير. يا غير الأول الشيخ، ترى الشيخ الأول يوم يقولون شيخ وشيخ وشيخ، الشيخ الله يحفظكم ما بشيخ دراهم، لا، شيخ اسم، وشيخ هيبة، وشيخ صيت، وشيخ سمعة، وشيخ أبوي نشاط وقوة وسلاح وعتاد، هو لي حكم وهو لي يامر وهو لي ينهي وهو لي يسجن وهو لي يشق وهو لي يرقع. الشيخ الأول الشيخ بكلمته، ما بالشيخ بيزاته. من استوت الدنيا واستوى العرف أن الشيخ شيخ مش بالبيزات، لا، الشيخ بالسمع الطيبة، الشيخ
انه يساعد المظلوم، يرد الحق ياخذ الحق من الظالم، ويرد ابويه الغزوات ويحكم البلاد ويدافع عنها. فلذلك المشيخه ما بالبيزات، المشيخه فقط بالقوه ان يعني حكم بما يرضي الله. فلذلك الاول كلها لين اليوم ولين بكره الحمد لله عايشين نحن بفضل من الله سبحانه وتعالى. الاول يوم ماشي بيزات، وحين يوم اني ابوي غرقان من البيزات ومن الخير ومن الفضل، اللهم لك الحمد. نرد على موضوعنا. في طرف نخل قوم عمران بن حمد يعله الجنه شيء جحر وضوى في علب، وبات ابوي في هاك الجحر وهاب الشمال وشي حله خاري، وكل من هبه الشمال عازمه الصفر اللي حله يظهر صوت شرات اللي عوي، وعازمه على فقير يبي يظهر ما برايم متروع يتحرى حد من الانس خاري الجحر وبيزخونه. كل من بغي لا هو اللي يرام يرقد ولا هو اللي يرام يودر الجحر هذا ويظهر. يوم عدى الصبح طاح الهواء، طاحت الشمال، طيحت الشمال شوية، ظهر الثعلب من الجحر. يوم ظهر ولأن هاللي حاله خاري، قال الحين أنا بنتقم. بينتقم من منو؟ من اللي حاله. القصة اللي أخبركم عنها قصة وصف. الوصف يقول بتير بتير كلنا بتران، بتير بتير كلنا بتران، يعني كلنا في الهواء سوا، ما حد أخير عن حد. احنا كماكم وشرواكم قوموا عن الخيل توطاكم، هذا بعد وصف يقال. لكن وصفنا هذا يقال يوم يعني خوص مخوص رقعت السب خصف، ما حدا خير عن حد، ولا تحروا ان احنا خير عنكم، ترى بتير بتير كلنا بتران. الحين بكملكم السالفة. يوم نشل الثعلب الله يحفظكم شاف اللي يظهر الحس هذا لي حله، قال ما علي الحين سودت الوجه، انا بروي صنع الله، ما خليتيني ارقد، الحين انا بنتقم منك. نش ابوي وربط وجه عنق لي حله بذيله، تحيدون ذيله علب ذراع، ربطها ابوي قال الا اسير واغرج شحينه في البحر هذا، بيغرجها في البحر. ثم قلت لكم انا في ظهر مزرعه نخل قوم عمران بن حمد الله يغفر له شيء بحر. آزم أبوي يسحب لحاله ويبقى يعقها في الغبة من السيف، وهو ساير تشرب لحال الماء وتظهر صوت بر 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 بر، كل من سار بها جدا الغبة، كل من بربرت، كل من سار بها جدا الغبة ترى تبربر يحل وتظهر صوت فقاعات تبربير. يوم تناصفت ثقلت تراها شوية وتسمعها تبربر زيادة، كان يقولها ها حين تبربرين بربر جدام. الوصف بعد الثاني بربر جدام، يعني بتشوفين حينه الانتقام اللي بنتقمه منك، بينتقم منها شر الانتقام، قالها بربر جدام. وهو يرها اثقلت ابوي لي حاله، يذب تجد البحر بيغرق الثعلب، بيعفد ابوي ما رام يعفد، انقص ذيله استوى بير ذيل. متى يقال عن الكلب ابتر؟ يوم بلي ذيل، بلي ذيل قالوا عنه ابتر، كان حصان ولا 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 كلب ولا قطو، اي شيء لذيل وينقص عن ذيله قالوا ابتر. ابتر او يدلعون يسموه بتير. والوصف اللي خبرناكم عنه اليوم اسمه بتير بتير كلنا بتران. ظهر الثعلب من البحر فقير ابتر بلي ذيل، صار عند رباعة الثعالب في جزيرة زعاب، وهو يحوط بين هناك بين البيوت والثعالب كلهن يتزعجن عليه بتير 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 يا بتير بتير يا بتير. افتضح فضيح، من عنده حيلة فليحتال، قال أنا برويكم صنع الله، أما انتقمت منكم ولا هين. نشبوا يعزم عليهم، قالهم أبوي توكلوا على الله. قوم عمران بن حمد ما حد ابوي في النخل، والنخل ما شاء الله ما شاء الله، النخل ابوي كل محدرات وهي ميع الرطبان فيها، بنسير ابوي انت قهوه هناك شو رايكم؟ قال انا الثعالب ان شاء الله
سار بهن أبوي جدار النخل. قال هن أبوي شوفن الحين هنتن أن ترقى أبوي الجميل من خيل ما بترون نحن تروع عليكم أن واحد منكم رقالين فوق وطاح بيموت لثعلب، لكن أنا نصيحتي كل واحد منكم يربط أبوي ذيله في 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 حدا هالزور في اللي يريد ويركب فوق يوم بينزلوا، لأن الحمد لله ما عليه باس ثعاب مينن خبايل قص عليهن سارن فوق ربطن ذيولهن كل واحدة كل ثعلب منهن ربط أبوي ذيله في طرف الزورة، يوم وصلن فوق كلهن تموا وياكلن شبعانات، يوم بينزلن ولنهن بأمان يعني ما بيطيحن ولا شياته لأنه رابطات عمارهم من الديل بيوصل تحت بيفتشن ديلهن، يوم شافن أبوي كلهن ركبن فوق بغب ياكم ياكم عمران بن حمد ياكم عمران بن حمد ياكم تعافدن أبوي تعالبن فوق النخل وتقطعت أبوي ديولهن فحينه عازمن الثعالب كلهن بتران تربوعن تقطعت ديولهن، فآزمت الثعالب كلها بتران فنش عاد هو يعايرهن بتير بتير كلنا بتران بتير بتير كلنا بتران، لو يعايرونه فقير روحه يا بتير يا بتير حين لا أبوي كلها أبوي المياهات واردت وآزم أبوي كلهم بتران، وهذه سالفة بتير بتير كلنا بتران وبربر جدا. يلا تصبحون على خير.